قصتنا من سحر وتهريج ودوما تسلينا قومك اثبت وقوموا والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد الغادو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها نور العفو عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد مرحبا 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 احبائي عمو يزيد راهو فرحان بزاف 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 اللي هو معكم اليوم في هاد الحصه الجميله كون فرحانين لكم هنا اذا دائما عمو يزيد كيرحب بكم يكون اسعد 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 الناس وانتم احبائي اللي راكم تشوفوا فينا وحبيتوا تحضروا كيما اصدقائنا اللي راهم هنا وكيفاش داروا هاد الاصدقاء سجلوا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار شارك في حصتنا بهذه الطريقه إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني مرحبا بك إذن أحبائي لما تشاركوا للحضور عليكم بشوية على الصبر لأن التسجيلات كثيرة وعمويزيد حبي يستضيفكم كامل 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 سجلتوا وعيدنا لكم فرحتوا برافو أنا نشوف كاين أحبائي روح ولدي تعال 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 أروح أروح ولدي وقف أنا الشباب واسمك ولدي سيد علي سيد علي وين تكون سيد علي في شرشال في شرشال جميلة شرشال رحتوا لشرشال لازم تروحوا اللي ما راحش جميلة 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 عندكم البحر عندكم الآثار جميلة شرشال وناسها مضيافين تعرضونا مع الأطفال كامل نعم نجيو ناكلوا الحوت نعم ان شاء الله ان شاء الله واش عندك في يدك ولدي رساله لمن الى عمو يزيد تحب تقراها انت ولا نقراها انا كيما تحب قراها انت هاي يلا مادام انت اللي كتبتها اقرا لنا الرساله تاعك يلا نحب الرسائل تاع اصدقائي انا بسم الله الرحمن الرحيم من أبنائك فروج أسيل وسيدالي من مدينة شرشال إلى السيد عمو يزيد لنا الشرف أن نكتب لك هذه الرسالة لنعبر لك عن فرحتنا وتشكراتنا لك عن هذه الحصة وسبب حضورنا هو نتائجنا الممتازة في الدراسة إن شاء الله تزور مدينتنا الجميلة مع التوفيق إن شاء الله شكرا جزيلا برافو 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 بالصحة رسالة جميلة وتحيتنا لكل سكان مدينة شرشال وتحيتنا كذلك للأطفال اللي نالوا نتائج ممتازة كما أنتم هكذا ربي ينجحكم شكرا ولدي شكرا تفضل 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 أحبائي تعالي بنتي روحي روحي أروحي أنتي أنتي واسمك بنتي؟ دودو نورسان نورسان اسمك شباب وين تسكني بنتي؟ سكن في ولاية الصطيف ولاية الصطيف الله يبارك ولاية جميلة الهضاب العليا كي تروحي تسلمي عليهم كامل لا؟ ايه يلا تفضلي بنتي تفضلي تعال وليدي تعال تعال اروح ايه تعال هاي اختك هذه تعال تعال جيبها معك كل واحد تعال اروح منا تعال وليدي اروح اروح منا اروح منا اروحوا منا باش تبانوا شابين دورو هكذا اوكي واسمك بنتي جوري واسمك جوري الله يبارك وانت يوسف يوسف وين تسكنوا ولادي عين الدفله في عين الدفله الجميله عين الدفله جميله جميله تروحوا تسلموا عليهم كامل يا اخي بنتي ايه بديتي تقراي واش مسنه تقراي على السنه الاولى اه تحبي تقراي برافو 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 وانت يا واسمك واسمها بلسم بلسم شحال في عمرك بلسم؟ شحال؟ ثلاثة ثلاثة بارك وشاطرة هكذا وانت واسمك ولدي؟ منذر يونس؟ لا لا منذر منذر وين تسكنوا منذر؟ ولاية البيض ولاية البيض أحبائي ولاية البيض ولاية جميلة 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 كي تروح تسلم عليهم كاع ها؟ يقي برافو برافو التحقوا بأماكنكم إذا عندنا كاع كل أصدقائنا اللي سجلوا من ربوع الوطن نستضيفهم كامل عمو يزيد يحب يستضيفكم كامل 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 إذا سجلوا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار شارك في حصتنا واش رايكم على بالكم بلي تقدروا ترسلوا عمو يزيد كذلك عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار اراء وملاحظات
اللي جبنا رسائل؟ ساعي البريد. اذا استضيفوا معايا ساعي البريد. تعال وليدي تعال 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 تفيق على ساعي البريد. اروح وليدي. مرحبا مرحبا مرحبا، واش راك لاباس؟ توحشناك. واش جبت لنا؟ بريد اصدقائنا الاطفال اللي بعثوه لنا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار اراء وملاحظات. اذا جليلو اصغر ساعي بريد. اذا جليلو ضع لنا البريد في علبه البريد باش عمو يزيد من بعد يقراه للاطفال. تفضل ولدي تفضل تفضل تفضل. احبائي من بعد راح نقراو بريد اصدقائنا الاطفال. وهذه الفتره هذه كامله هذه تاع الدخول المدرسي. مع السلامه جليلو. مع السلامه. مع السلامه ولدي. فتره الدخول المدرسي هذه عمو يزيد يحبها بزاف، لانه في الدخول المدرسي كاين اطفال يدخلوا لاول مره للمدرسه، كاين اطفال ينتقلوا الى اطوار اخرى، كل طور وعنده الحلاوه تاعو. كل طور شفتوا كيفاش تكونوا فرحانين وكي تدخلوا للمدرسه لاول مره في الدخول المدرسي، كيفاش تكونوا فرحانين لما تنتقلوا للاطوار يعني الطور الموالي. جميل جدا. لذا لازم عليكم يا احبائي المثابره، تقراوا مليح، والمثابره تكون بانتظام، يعني لازم تقرا الدروس تاعك بانتظام، ما تخليش تراكم الدروس والواجبات، ديرها في وقتها يا اخي احبائي. هذا وعد. انتم ثاني كذلك احبائي بالكم من تراكم الواجبات، لازم تديروهم في وقتهم. في هذه الفتره هذه يوم 15 سبتمبر هو اليوم العالمي لحريه التعليم. احبائي حريه التعليم، كل طفل، تكلمنا مقبله على حقوق الطفل اللي قالته لنا الشابه، حق الطفل، حق من حقوق الطفل وحق التعلم احبائي. اذا يوم 15 سبتمبر هو اليوم العالمي لحريه التعليم. تحبوا النظافه؟ احبائي لان النظافه مهمه، الامم المتحده داروا يوم عالمي واسمه اليوم العالمي للتنظيف، هو يوم 15 سبتمبر كذلك اليوم العالمي للتنظيف. اذا لازم نكونوا نظاف، نظفوا اماكننا يا اخي، نظفوا جسمنا، نظفوا المحيط نتاعنا، نظفوا حتى كي نكونوا في المدرسه، نكونوا في الغرفه، في البيت. النظافه مهمه جدا جدا احبائي. كاين طبقه حول الكره الارضيه تحميها من اشعه الشمس الضاره وكم، شكون يعرفها؟ طبقه الاوزون احبائي. باكم طبقه الاوزون مهمه جدا جدا جدا، تحمي الكره الارضيه من أشعة الشمس الضارة وكامل. لذا الأمم المتحدة كذلك داروا يوم 16 سبتمبر اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون. وش هما الأشياء اللي تؤذي ولا اللي تتلف طبقة الأوزون؟ أباكم وش هما؟ التلوث. برافو. التلوث هو اللي يتلف طبقة الأوزون، يجب الابتعاد عن التلوث. لذا يوم 16 سبتمبر كذلك هو اليوم العالمي بدون سيارة. أبالكم بلي المصانع والسيارات هما سبب من أسباب التلوث. لذا داروا يوم 16 سبتمبر اليوم العالمي بدون سيارة، والعالم كامل يحاول أنهم يستعملوا السيارة تاعو في هذاك اليوم على الأقل حتى نبتعدوا عن التلوث لحماية طبقة الأوزون أحبائي. تحبوا الألغاز والهدايا كذلك. لغز اليوم يقول: لي خمسة أصابع ليست لا من لحم ولا من عظام، من أنا؟ معلش فكروا لغاية نهاية الحصة، أنتم أصدقائنا لما يشوفوا فينا يقدروا يجاوبوا على اللغز عبر موقع الإنترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار جاوب على اللغز بهذه الطريقة. إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة. ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد. إذا أحبائي على بال شاطرين كامل فكروا في اللغز لغاية نهاية الحصة، وحنا نروحوا دركا مع بنتي خلود مداس نتعرفوا على شخصية أبو قاسم المجريطي. إذا أحبائي تصفيق تصفيق على بنتي خلود مداس. تفضلي بنتي تفضلي 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 تفضلي. مرحبا يا أطفال. مرحبا. أبو قاسم المجريطي هو أبو القاسم بن أحمد بن قاسم، ولقب بالمجريطي لأنه ولد بمدينة مجريط، تعرف اليوم بمدريد عام 950 ميلادي.
كان من بين أنبغ علماء الأندلس في عهد خليفة الحكم المنتصر بالله. قال عنه صاعد الأندلسي أنه أفضل علماء الرياضيات والفلكيين في زمانه في الأندلس. أسس المجريطي مدرسة للفلكيين والرياضيين، كانت بداية لظهور جيل من العلماء في الأندلس، وكان من تلاميذها ابن الصفار وأمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت وأبو بكر الطرطوشي. تميز المجريطي بدقته وقوة ملاحظته واعتماده على الاستقراء والاستنباط في التفكير، وقد حرر علم الكيمياء من الخرافات التي كانت مسيطرة عليه آنذاك، وحاول أن يبرز هذا العلم، بل هو أحسن ما يصبو إليه طالب علم. وكانت له شهرة عظيمة في الرياضيات، إضافة إلى ما نله من احترام وتقدير لمجهوداته الرائعة في الكيمياء. اهتم المجريطي بتتبع تاريخ الحضارات القديمة وما تمخضت عنه جهود الأمم من مكتشفات ومعرفة. وقد بدأ المجريطي يدعو إلى دراسة الكيمياء دراسة علمية تعتمد على التجربة والاستقراء. توفي عام 1007 ميلادي في مدينة قرطبة رحمة الله عليه. برافو 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 بنتي، برافو برافو برافو. إذن المجريطي هو عالم عربي مسلم، وإحنا نعتز بكل علمائنا أحبائي، علماء الجزائريين ولا العرب ولا المسلمين، نعتز بهم حتى العلماء العالمين. يعني أي عالم ولا أي إنسان يكون عنده خير على الإنسانية نعتز بها أحبائي. يا أخي واش رأيكم أحبائي في هذه الفترة هذه تاع الدخول المدرسي، وراكم فرحانين بالمدرسة وكامل؟ واش رأيكم نغنوا أغنية جميلة يقول فيها عمو يزيد: صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد غياب. تغنوا معايا؟ يلا غنوا مع بعض. صباح الخير يا مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد غياب. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الصيفية، أيام الراحة كذا والنوم، عشنا أوقات هانية، عدنا لك لطلب العلم. انتهت العطلة الصيفية، أيام الراحة كذا والنوم، عشنا أوقات هانية، عدنا لك لطلب العلم. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد غياب. لا 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 لا. اشتقت لك من الأعماق، ما فارقت مخيلتي، اشتقت لك اسمي ورفاقي، وكذا لقاء معلمتي. اشتقت لك من الأعماق، ما فارقت مخيلتي، اشتقت لك اسمي ورفاقي، وكذا لقاء معلمتي.
خير مدرستي جئنا ندق عليك الباب اشتقنا لك يا غالي ياسين ورجعنا من بعد غياب لا 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 فلا زال هناك لكسب العلم يا أولاد فلنبدأ العمل الجديد بالجد والاجتهاد فلا زال هناك مزيد لكسب العلم يا أولاد فلنبدأ جئنا ندق عليك الباب اشتقنا لك يا غالي ياسين ورجعنا من بعد غياب برافو 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 احبائي برافو فلا زال هناك مزيد احبائي فلنبدا العام الجديد بالجد والاجتهاد احبائي يا اخي اذا دخول مدرسي موفق لكل احبائنا دخول مدرسي جميل ان شاء الله لانه على بالي بلي الطفل بالفطره يحب يقرا يحب تحبوا تروحوا المدرسه يا اخي برافو احبائي اذا بالتوفيق ان شاء الله تحبوا العاب الخفه نروحوا دركا نكتشفوا العاب الخفه مع عمو جوجو اللي جانا من مدينه واتسوف اذا تحيه تحيه لعمو جوجو تفضل 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 صديقة صديقة على المدرسة
برافو 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 عمو جوجو اللي جانا من مدينة واتسوف. عجبتكم ألعاب الخفة؟ برافو أحبائي برافو. نروحوا دركا نكتشفوا في فقرة هل تعلم معلومة مع دعاء العلالي. تفضلي دعاء بنتي تفضلي. تحية تحية الدعاء. تفضلي بنتي تفضلي 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 تفضلي. مرحبا يا أطفال. مرحبا. هل تعلم أن تقريبا حوالي 9% ما يقارب 900 ألف كيلومتر مربع من إجمال مساحة كندا تغطيها المياه العذبة؟ برافو 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 بنتي برافو. إذا معلومة معلومة جميلة أحبائي. دولة كندا ما يقارب 9% من مساحتها هي مياه عذبة. إذا أحبائي عبالكم بلي الماء مهم جدا 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 في حياتنا يا أخي. وهذه المعلومات لازم نعرفوها، نعرفوا الجغرافيا نقرأوا التاريخ يا أخي أحبائي. برافو. واش رأيكم تحبوا الحكايات؟ عمو يزيد رح يحكي لكم حكاية الرجل الطيب والرجل البخيل. يلا. إذا أحبائي كما وعدتكم رح نحكي لكم حكاية الرجل الطيب وصديقه البخيل. واحد النهار كانوا زوج أصدقاء، واحد كان إنسان طيب وكريم، واحد كان بخيل. واحد النهار في البلدة تاعهم هذيك ما صابوش الخدمة، ما صابوش عمل. قالوا هيا نروحوا نسافروا لبلدة أخرى ولا المكان آخر بلاك نصيبوا عمل نكسبوا منه قوت اليوم. قالوا يلا نروحوا. خرجوا كل واحد فيهم جاب الزاد نتاعو، جابوا الماكلة ديالهم معاهم وقعدوا يمشوا 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 يمشوا. في كل مرة يحبسوا باش يأكلوا هذاك الكريم يجبد الماكلة يحطها، بعد هذاك البخيل يخبي الماكلة ديالو يخبيها ويقول له هذه نخبيها بالك من بعد نحتاجوها لأن الطريق طويل. وهذاك الكريم كي يجبد الماكلة يقول لصاحبه هذاك قل له تعال تفضل تاكل معايا، هذاك البخيل يجي ياكل معاه الماكله ديالو وهو مخبي الماكله ديالو هذاك البخيل. هكذا في كل مره هكذا في كل مره حتى كملت له الماكله هذاك الرجل الكريم هذاك والطيب. واش يدير صاحبه البخيل؟ في لمح البصر راح راح يعني اختفى ما زادش كاع بان سمع فيه. وقعد هذاك الرجل الكريم الطيب شاف ما عنده لا ماكله قعد يمشي 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 هكذا. بعد قتلوا العطش هكذا عطش وتعب. بعد شاف واحد المكان هكذا دخل في هذاك المكان وطاح هكذا واستلقى على الارض ورقد. وهو راقد هكذاك سمع واحد الحس هكذا في الليل كيف تن هكذا شاف واحد النار هكذا ودايرين بها حيوانات كان ذئب الدب والثعلب. خاف هكذا بصح هما ما شافوش سمعهم يهضروا سمعهم يهضروا كل واحد قعدوا يتكلموا قالوا لهم كل واحد فيكم يقول لنا سر من الاسرار تاعو. اتكلم الثعلب الثعلب قال لهم راح نقول لكم واحد السر احنا ما ينفعناش الحيوانات ولكن هذا السر راح ينفع الانسان بصح ماهوش يسمع فينا الانسان ما كانش انسان لو يسمع فينا. أنا نجيب صديقي، أوه تعال تعال صديقي، آه نجيب صديقي باش نكمل الحكاية، أيوا، قال له هذا السر ينفع الإنسان بصح حنا ما ينفعناش، قال له واش هو؟ قال له تحت هذيك شجرة البندق اللي راهي في الدخلة تاع المدينة كاين كنز، أوه سمعوا هذاك الرجل طيب سكت. من بعد هما قعدوا يهضروا من بعد قالوا له الذئب انت عندك كان السر تحكيه لنا؟ الذئب قال له ايه قال له قال له في عند بائع الغنم هذاك كاين واحد القطيع في وسط القطيع كاين واحد الخروف هكذا ماشي شباب كامل بصح يمد الصوف بزاف يمد الصوف اه. ومن بعد الدب قالوا له قالوا له واش تحكي لنا؟ عندك سر؟ قال لهم نعم عندي سر. قال لهم كاين واحد الفأر راهو يخرج من واحد المكان يجيب قطع تاع الذهب يحطهم ويعود يرجع لبلاصتو هو يسمع
ومن بعد طلع الصباح وما راحوا. هو راح الأماكن هادو كامل، راح لشجرة البندق حفر صاب فيها كنز، راح عند من يخرج الفار هذيك خدا قطع الذهب، راح عند الراعي قال له بيع لي هذا الخروف هذا اللي مشي شباب كامل، الراعي ما على بالوش وهذاك الخروف يدير صوف بزاف، راح داه ورجع للبلدة تاعو. كي رجع للبلدة تاعو رجع غني وقعد عايش تما مع مرته وولاده كامل فرحان. واحد النهار رجع هذاك صديقه البخيل، رجع للبلدة كان الثياب تاعو كاع مقطع، كان مسكين كان يبكي وكامل. بعد تلقاه قال له واش بيك واش بيك، قال له ولا، قال له انا رحت ما صبتش عمل وتعبت وكامل. قال له ما تخافش صديقي لانه كان طيب وكريم، قال له ما تخافش روح انا نقسم معاك، لان النهار الاول خرجنا مع بعض باش نحوسوا على العمل، قال له اي نقسم معاك كاع واش كسبت، قسم معاه بالتساوي. بصح هذاك الرجل البخيل كانت النيه تاعو سيئه، قال اه حتما يكون كي قسم يكون ما عطاليش بالتساوي، يكون دا اكثر مني. بعد قال له احكي لي، قال له احكي لي كيفاش درت. هذاك الرجل طيب نيه، كان نيه مسكين، حكى له كلش. قال له هاو المكان اللي رحت ليه في واحد الطاحونه هكذا وكامل صديقي في هذاك المكان، قال له في هذاك المكان سمعت واحد الحيوانات كانوا يتكلموا. واش يدير هذاك الرجل البخيل؟ راح لهذاك المكان، راح لهذاك المكان وقعد يتصنت هكذا تخبى. الحيوانات بقاو يهضروا فيما بيناتهم. واش يقول له الثعلب؟ قال له على بالك؟ قال له هذيك الشجره اللي كان فيها الكنز خلاص هذاك الكنز ما كانش. قال له هذا السر هضرناه غير احنا في ثلاثه. قال له شكون اللي كان معنا؟ قال له حتما واحد يسمع فينا. وراحوا بداو يحوسوا، صابوا هذاك الرجل البخيل، بداو يجروا موراه ويضربوا فيه، يجروا موراه ويضربوا فيه، حتى هرب قريب سلك منهم بالسيف باش سلك منهم. عمو يزيد، الحكمة التي نستخلصها من هذه الحكاية أنه يجب الابتعاد عن الجشع، لأن الطمع والجشع للفقر أصدقاء، والقناعة كنز لا يفنى. برافو 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 برافو. إذن أحبائي يجب الابتعاد عن الطمع والجشع، والقناعة كنز لا يفنى. لا يفنى أحبائي. إذن أحبائي كما سمعنا في الحكاية يجب الابتعاد عن الطمع والجشع أحبائي، لأن القناعة كنز لا يفنى أحبائي. يا أخي واش رايكم دركا؟ أنا نحب المدن الجزائرية كامل. اليوم راح نكتشفوا معلومات على مدينة عين الدفلة أحبائي. اليوم راه عندنا أصدقاء بزاف مع عين الدفلة، راح نكتشفوا هذه المعلومات مع ميليسا. تفضلي ميليسا بنتي، تفضلي تصفيقة تصفيقة على تفضلي تصفيقة تصفيقة على ميليسا. مرحبا يا أطفال. مرحبا. مدينة عين الدفلة تعود تسميتها إلى منبع الدفلة، كانت تسمى ديبيري، تقع غرب الجزائر العاصمة، يحدها من الشمال ولاية بازا، ومن الجنوب ولاية سمسيلت، ومن الشرق ولايتي ندية والبليدة، ومن الغرب ولاية شلف. تقدر مساحة عين الدفلة ب 4891 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها بما يزيد عن 766,013 نسمة، وتضم 14 دائرة و36 بلدية. تعتبر من أكثر المدن نمواً خاصة في القطاع الزراعي، حيث تشتهر بزراعة الأشجار المثمرة كالتفاح. توجد بها عدة معالم أثرية نذكر منها الأثر الروماني بالعامرة، وكذلك المساجد الموزعة بطريقة منظمة، وتوفر مساحات خضراء جميلة في وسط المدينة. برافو 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 ميليسا، برافو برافو. إذن ولاية عين دفلة ومدينة عين دفلة الجميلة منطقة زراعية وناسها كرماء جدا 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 أحبائي. على بالكم بلي عين دفلة جميلة جميلة جدا، فيها بزاف حوايج يتشافوا في الولاية كامل، حمام ريغة، حوايج بزاف 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 نسلموا عليهم ونقولوا لهم رانا قريب نزوركم إن شاء الله.
دركا لحقنا لفقرة النكات. كل اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لعمو يزيد. نكتة، تعال ولدي، أروح، تعال أقعد ولدي. عاود ذكرهم باسمك. سيد علي. سيد علي، وين تسكن سيد علي؟ شرشال. فين شرشال الجميلة؟ حكينا النكتة تاعك ولدي. قال لك واحد العجوزة عندها، راحت عند الدونتيست راح باش تنحي سنانه، قالت له نحي لي كاع سناني. نحى له سنانه، خلى له وحده من الفوق وحده من تحت. قالت واش خليتهم لي؟ قال لها باش تقطعي شكاره تاع الحليب. ايه برافو 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 برافو. شكون اللي عنده نكته جميله يجي يحكيها لي؟ تعال تعال خلاص. شكون اللي عنده نكته جميله؟ عندك نكته؟ تعال. شكون اللي عنده نكته يجي؟ عندك؟ تعال. أروح أروح الشطرة، قعدي قعدي. فوالا، واسمك بنتي؟ أنا هيد. واسمك؟ أنا هيد. أنا هيد، اسمك شباب، شحال في عمرك بنتي؟ 5 سنوات. 5 سنوات، احكي لنا النكتة تاعك بنتي. واحد النهار ربي 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 أشهد أن ربي الله، ربي ربي ما لي سواه، ما لي الناس غير الله، أشهد أن محمد رسول الله، محمد رسول الله، رسول الله نبي الله، محمد رسول الله. برافو برافو بنت الشابة، كي حفظة. الله يبارك الله يبارك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. برافو برافو الشاطرة بنتي، برافو. عندك نكتة بنتي؟ تعال تعال تعال. أروحي. الحيوانات، قاعدي بنتي. واسمك الشاطرة؟ زينب. زينب، شحال في عمرك زينب؟ 7 سنوات. 7 سنوات زينب الشاطرة. وين تسكني بنتي؟ في القبة. في القبة. شنو النكتة تاعك بنتي؟ كان واحد النهار واحد الراجل حب يروح للسبيطار، تلاقى مع واحد الراجل. قال له كيف تروح للسبيطار؟ قال له روح على لوطوروت. كي راح لوطوروت لقى روحو في السبيطار. يعني دار حادث. برافو 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 برافو. تعالوا تعالوا اقعد. واسمك ولدي؟ يوسف. يوسف، شحال في عمرك يوسف؟ 10 سنوات. 10 سنوات، وين تسكن؟ في ولاية عين الدفلة. في عين الدفلة، احكي لنا النكتة تاعك ولدي. أنا يا مريض وني باغي نولي طبيب تاع القلب. كيفاش كيفاش؟ أنا باغي نولي طبيب تاع القلب ونداوي كاع الناس، بصح أنا مريض. باغي تولي طبيب تاع القلب؟ نعم. برافو، علاش باش مريض أنت ولدي؟ انا مريض مش عارف شنو المرض. بشفع عليك وليدي ان شاء الله ما يكون غير خير، وحب كي تكبر تولي طبيب تاع القلب. الله يبارك وليدي الله يبارك. برافو 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 برافو. اذا احبائي درك لحقنا الفقره الرسائل. وين عمو يزيد يقرا الرسائل تاعكم؟ هنا. اذا عمو شيشو جبنا رسائل اصدقائنا الاطفال اللي جابوهم لنا، جليل هو اللي جابهم لنا وبعثهم لنا عبر موقع عمويزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. أحبائي ما عليكم إلى توجهوا الموقع على الإنترنت عمويزيد.com باش تبعثوا لنا رسائل تاعكم الجميلة. شكرا، تحية تحية لعمو شيشو. شكرا. الرسالة الأولى، بن يحيى على سيرين، 3 سنوات، مدينة سيدي محمد من الجزائر العاصمة. قالت لكم ابنتي معجبة جدا وتحفظ كل أغاني عمو يزيد. إذا بن يحيى على سيرين، ربي يحفظك ربي يحفظك إن شاء الله. حنا تاني نحبوك، حنا تاني نحبوك بزاف. الرسالة الموالية، من عند محمد إياد قدوار، 6 سنوات، مدينة عين العسل ولاية الطارف. يا سلام على سكان مدينة ولاية الطارف، مدينة عين العسل جميلة. قال لكم أنا معجب بالحصة جدا وأريد الالتقاء بعمو يزيد. إذا محمد إياد قدوار، عمو يزيد تاني يحبك يحبك وحب يلتقي بك.
الرسالة الموالية من عند سعدي لميا 16 سنة الجزائر العاصمة، قلت لكم مرحبا عمو يزيد، أنا أحبك كثيرا وتعجبني حصتك وأغانيك، وإن شاء الله تعجبك رسالتي. بالتوفيق، ربه يحفظك سعدي لميا، رسالة جميلة جميلة جدا. وعمو يزيد تاني يحبكم كامل، وشرف كبير أنني نتلقى هذه الرسائل التشجيعية الجميلة. رسالة الموالية، رحيل مكري 10 سنوات، مدينة العطاف ولاية عين الدفلة. إذن مكري رحيل، قلت لكم عمو يزيد أنا أحبك كثيرا وأتمنى لك النجاح والتألق. إذن مكري رحيل بنتي شكرا، ربي يحفظك من العطاف ولاية عين الدفلة، نعتز بالصدقة تاعكم. الرسالة الموالية، لطلان محمد 5 سنوات، مدينة مفتاح ولاية البليدة، قلت لكم محمد أريد المشاركة في البرنامج الجميل. إذا محمد وليدي أنت الأجمل، وحنا تاني ماذا بينا نستضيفوك في هذا البرنامج الجميل. عمو يزيد يحتفظ برسائلكم الجميلة 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 هذه. درك الحقنا للجواب عن اللغز. إذن لدي 5 أصابع، ليست لا من لحم ولا من عظام، من أكون يا ترى؟ شكون يعرف الجواب؟ تعالي بنتي، أروحي بينا الشطرة بينا، تعالي أروحي بنتي، عاودي ذكريهم باسمك بنتي. نور الصباح. نور الصباح، وين تسكني نور الصباح؟ ولاية عين دفلة. ولاية عين دفلة، أي مدينة؟ بلدية الحسنية. الحسنية الجميلة، تحيتنا لكل سكان بلدية الحسنية وسكان ولاية عين دفلة، نحبكم نحبكم نحبكم. إذا بنتي 5 أصابع ليست من عظام ولا من لحم ولا من دم، من أنا؟ القفاز. القفاز، برافو برافو، أعطيه الهدية تاعها، أعطيه الهدية تاعها. إذا بنتي عمو يزيد يعطيك هذه الهدية على شطارتك. شكرا عمو. العفو العفو بنتي العفو، تفضلي 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 تفضلي، تحية تحية تحية. أحبائي القفاز 5 أصابع لا من لحم ولا من عظام. أحبائي في كل حصة نستضيف طفل ولا طفلة يحتفل بعيد ميلاده هنا معنا. اليوم عندنا عيد ميلاد منذر اللي جانا من مدينة البيض، تعال وليدي تعال تعال تعال. إذا أحبائي احنا نغنوا المنذر عيد ميلادك، جيتنا من البيض منذر. نعم. شحال في عمرك؟ 8. 8 8 سنوات، جانا من مدينة البيض الجميلة، تروح تسلم عليهم كاع. إذا احنا نغنوا المنذر عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو ديالو. يلا أحبائي هيا تغنوا كامل معايا. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، شاء الله يا ربي لك يا سنة، وتعيش أيامها أفراح، شاء الله يا ربي لك يا سنة، وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهل أمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهل أمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها.
نصفق ونغني له واجمل هدايا يهدوا له هيا نصفق ونغني له سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل برافو 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 إذا منذر عمو يزيد يشعلك الشمعة وانتم تديروا معايا العد التنازلي لمنذر كامل لا يلا 8 7 6 5 4 3 1 طفي السبعة برافو إذا منذر عمو يزيد يعطيك شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد بأسمك وكل واحد فيكم يا أحبائي رح ينال شهادة كما هذه كي يخرج بأسمه باش تحتفظوا بها كذكرى لإنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد هذه تاعك منذر وليدي وهذه هدية من عند راعي البرنامج رامي يهديك هذه الهدية إن شاء الله تستفاد بها وليدي تفضل وليدي الهدية تاعك هذه هدية البرنامج إذن نشوفوا مع بشرة بنتي تعالي تعالي ورينا الرسم تاعك الجميل قبل ما نختمه منديرك فرحان شعرك فرحان بزاف ولا شوية بزاف هيا برافو 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 تعالي بشرة بنتي إذن بشرة حكمي معايا الرسم هكذا حكمي معايا الرسم طلعيه شوية باش نوروه في الكاميرا إذن بشرة هضري لنا شوية على الرسم هذا بنتي 15 سبتمبر هو اليوم العالمي للتنظيف وحنا تنشاركوا في عملية التنظيف ماشي غير عمال النظافة اللي معنيين بها كلنا معنيون يوم 15 سبتمبر بتنظيف هذا الكوكب برافو 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 إذن أحبائي يوم 15 سبتمبر هو اليوم العالمي للتنظيف إذا النظافة مهمة جدا وسهل عمل عمال النظافة أحبائي كذلك يا أخي إذا دير لنا رسم هذا في منزل عمو يزيد باش نحتفظ به بنتي برافو 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 وأنا بقى لي نقول لكم بقوا على خير سنونا في الأسبوع المقبل نفس التوقيت أحبائي نحبوكم سلام لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد